السلام عليكم. اليوم هشرح الورك شابتر 3 بالفيزياء، بس حبدأ بهذا السلايد بعدين هرجع للي فوق. هنا تعريف الورك. الورك معناه اصلا الشغل، تمام؟ تعريف الورك اللي هو مقدار القوة اللي استنزفتيها مضروبة في المسافة، هذا هو تعريف الورك. الورك يساوي اف دي، تمام؟ وهنا يبي يوضح لك حاجتين. الأولى أنه هذه الرافعة تستخدم زي الحيلة لو أبغى أرفع حاجة ثقيلة بفورس أقل، تمام؟ والحاجة الثانية اللي يبي يوضح لك إياها أن العلاقة بين F و D عكسية، وهذا نعرفه من أول. قلت أي كوانتيتي بينهم ضرب، العلاقة بينهم عكسية. وهنا راجع يعيد نفس الفكرة بصورة ثانية، أنه لو الفورس مقدارها 2 والدي مقدارها 1، حتساوي الدي اللي مقدارها 2 والفورس اللي مقدارها 1، نفس الناتج. طيب هنا معطيك وحدة الورك اللي هي الجول، تمام؟ ويقول لك ان 1 جول يساوي ان لكل متر، تمام؟ وش معنى هالكلام؟ قلنا ان الورك هو اف دي. طيب وحدة الفورس نيوتن، ووحدة المتر وحدة الديستنس متر، والعلاقة اللي بينهم ضرب نزلت الضرب. فلو جاك سؤال الجول الواحد كم يساوي، حيساوي نيوتن لكل متر، تمام؟ تقدر تستنتجينها من القانون. وهنا راجع عيد نفس الكلام. طيب هذا example لنفس القانون. Because of friction constant force of 100 newton، هذا الforce ومحولها، is needed to slide a box across a room if the box moves 3 meters. طيب هذا distance تساوي 3، تمام؟ how much work بالwork. الwork يساوي f في d، 103 تساوي 300 جول، تمام؟ طيب هذا السلايد مو مرة مهم، بس المهم فيها احنا كنا عارفين ان الفورس فيكتور، تمام؟ لكن مو معنى ان الفورس فيكتور وان في ديستنس معناتها ان الورك فيكتور، لا. المهم بهذا السلايد تعرف ان الورك سكيلر، تمام؟ طيب هنا في اضافة بسيطة اضافها القانون الورك اللي هي كوزين ثيتا، تمام؟ يقول لك ان لو كان if the force and the distance are in the same direction، يعني بنفس الاتجاه، يكون positive work. او اذا كان الفورس والديستنس opposite direction تكون negative work، تمام؟ ولو كانت عمودية بهذه الطريقة تكون no work. طيب وش يعني هالكلام؟ اولا مو معناته في موجب وسالب، معناته ان الورك فيكتور، لا هو ستيل سكيلر، تمام؟ بس هذه الاتجاهات عشان تبين لي اذا في ورك او ما في ورك، ولو كان بوزيتيف او نيجاتيف هذا ما ياثر على النتيجه، تمام؟ طيب هشرح الصوره. لو كان الجسم واقف بهذه الطريقة زي ما انت شايفة انه هو بينهم عمودي، هنا no work، تمام؟ اي يعني ايش ما كان ماسك طول ما هو واقف no work. او الحالة الثانية للno work اللي هي لما تكون centripetal، تمام؟ يعني يكون دائري. او يقول لك انه في سيارة يعني
مخزن الدوار أو اللي يكون، أول ما يكون الورك بمجال دائري يكون بزيرو، تمام؟ يصير بهذه الحالتين طول ما هو عمودي ودائري no work. حتى لو أعطاك مسألة وعلى المسألة هذا أعطاك يعني أرقام وحسابات بلا بلا بلا، هذه كلها ما تنحسب. واقف وماخذ أي حاجة بيده no work، ولو كان بأي مجال دائري إيش ما كان الرسم no work، تمام؟ نجي لحالتين الثانية اللي هو لو كان بنفس الاتجاه ولو كان بعكس الاتجاه. بعكس الاتجاه سالب لأنه كل واحد منهم يلغي الثاني، تمام؟ وبنفس الاتجاه موجب. وش يعني هالكلام؟ طيب لو كان الاف بهذا الاتجاه وكانت الدي بهذا الاتجاه، يعني لسه حيرفع الصندوق، يكون ايش؟ يكون بوزيتيف ورك، تمام؟ لأنه الاثنين بنفس الاتجاه. لكن لما يجي ينزل الصندوق يكون بعكس الاتجاه، يكون نيجاتيف. وحطيت ملخص لهذا الموضوع، يعني اللي ما وضحت له الفكرة ممكن يفيد.